انا حابب اتكلم طبعا مع نور. نور، حاسس انك انت كده ساكته يعني. لا حابب طبعا والله، ارحب بيكي في قناه اهلا الزمالك بحضرتك يا كابتن، ومبسوط ان انا موجود معاكم يعني. ربنا يخليك، احنا اللي مبسوطين والله وفخورين ان بابا خلى حد مهم زي حضرتك يبقى موجود في لا والله بيتنا انا والله، مبسوط فعلا ان انا موجود معاك يا نور. ربنا يبارك فيك قولي لي يا بقى، رب. بابا حبيبك في الزمالك ازاي يا نور؟ والله هو الموضوع بالنسبة لي ما كانش زي ميدو ان انا بروح معاه في مكان او كده، بس احنا من واحنا صغيرين مثلا الزمالك كسب البيت عندنا كأن في فرح، بابا يرجع من الشغل مكافئنا كلنا لمجرد انت بس ان الزمالك كنت تتمنى كسب، طبعا الزمالك يجي عشان انت تاخدي المصروف والحاجات دي. والله لا فرحته كانت بتبقى ما بتتوصفش، كان بيبقى عايز يعني لو يطول يوزع على الناس حاجات في الشارع، حتى لو حاجة لو ماتش بسيط والله او حاجة، هو بيكون بس فرحون يعني بطريقة تخلي كل اللي عايز يخلي كل الناس فرحانة زي ما هو فرحون. كان يعني مجرد لما يبقى في ماتش او حاجه كان لازم البيت ده يبقى كله مجهزين قولي في لي بقى، ماتش يوم الماتش النهارده، انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ احنا كده كده يعني اللي هو كنا بنفضل يعني مشغلين التلفزيون حتى اللي هو اللي قبل الماتش اللي هو يعني الناس بيتكلموا على الماتش مستعدين. قاعدين بنتفرج عليهم وبنشوف مين التشكيل، وانا حتى لو مش موجوده في البيت او كده كان كفايه بالنسبه لي ان انا افتح صفحه بابا، هو اي حاجه جديده كان بيبقى يعني على الفيسبوك بيتابعها على طول. منزل اللي هو دايما كان بيبقى كاتب كل حاجه وهو بيبقى عايز كانه موجود هناك والله يعني بجد، وكان بيبقى يعني لو مثلا في حاجة متغيرة او لعيب مصاب او كده كان بيبقى متوتر جدا، طب احنا هنعمل ايه، طب وكان بيفكر هو في البديل قبل ما المدرب مثلا او يعمل اي يعني حاجة، كان كان بيحط دايما الخطة هو بيبقى وبتاع دي. حاطط والله فعلا. فهو كان بالنسبة لي فرحته يعني بالزمالك وكم الوفاء الفظيع اللي كان بيبقى ليه، اللي هو يا بابا طب انت صحتك، طب قلبك هو حتى لما تعب في الفترة الأخيرة دي كنا بنبقى يعني لو في ماتش للزمالك يا رب عشان بابا بس احنا خايفين عليه طب انتوا والله، كنتوا بتحاولوا ما تدخلوش تتفرج؟ لا كان مستحيل حد مستحيل. يقدر يسيطر على حاجة زي كده، بس احنا كنا بندعي للزمالك وبندعي ان بابا ربنا يحفظه علشان هو فعلا كان بيبقى اكتر من يعني من مجرد مشجع والله، هو يعني بيبقى روح وقلب وكل حاجة مع النادي، طب يعني اللي هو طب شوت طب اعمل طب يا مدرب نزل كذا، كان دايما يعني هو هو كان عايش جو المباريات جدا وكده. والله جدا.